اه سالم اخويا جابك جابك نزار. نعم نزار اخويا لا احمد، شكون معايا؟ قال لي المراد نزار تريسيان. لا تريسيان ياك. اياه سيدي، اذا سمح لي يا اخويا لاباس عليك، هانيه صحه لاباس، مبارك شكرا عليها الله شرك. يبارك فيك. المهم اخويا ندخلوا في الموضوع نيشان، انا ولد الناظور ياك. اياه مبقاش مبقاش هذا ناظر بالمنيليا. المهم اخويا واش تقدر يعني نجيو عندك وديبلاصا عندنا ان شاء الله الناظور؟ كاين واحد البريكول تماك، هو بريكول بروجي كبير، الا بغيتي تخدم معانا اخويا. نبداو معاك 1000 درهم مزيانه النار. اللي بغيتي. ها 1000 درهم مزيانه. اوكي خصنا عندنا واحد البلاصه بغينا ليها الضو، واحد النفق بغينا ليه الضو، دوزنا ليه الضو يعني بول. نفق باش تدوي، نفق بغينا ندوي. يعني شدي شي ياخد. كيفاش شري الياقوت؟ ما فهمتش. لا بغينا كيفاش، ما فهمتش يشري الياقوت كيفاش ياخد؟ واش تتري كيفاش الياقوت؟ ما فهمتش، شرح لي. نفق بغينا نفق دايز المنيليا ديال صحاب السلعة. انت فهمتيني، هضر معايا. شنو هو هاد الياقوت؟ انا ماخشي خدمتي، اشرح لي شنو تخدم بالطاقة الشمسية ولا شنو؟ بحال هكا تقريبا، شحال دايرين هادو؟ 10 مليون 20 مليون. ياقوتة وحدة؟ وحنا راه غندوزو غير البيضات، حنا اش غندوزو؟ ايوا ما يش عليك ياك. وعلاش الضو ما يدوش؟ الضو عادي زعما باتريات في كل خطير مع الكونترفوند، راه ما هوش ما خدامش. ويلي شنو تخدم معانا توكل؟ ايه بسم الله نجيو عندك. زي بغيتي. اوكي فين كاين انت يا؟ في مراكش ياك؟ انا في مراكش. ايه شنو اليوم؟ لازم سمح لي نشوف الاجندة ديالي. بلاتي 14 لا لا شوف غنجيو 22 ياك، في 22 غنجيو عندك، ولكن غنرسو في 22 غنرسو معاك بعدا قبل، وغنجيو في 22 غنجي عندك واحد كات كات صاد برادو كحلة. طيب بلا ما تجي معاك الحوايج الاول، غتدخل تقدا المسائل عندك الماتيريال باش تخدم. اليوم 14 22 جات بالحد، جات 22 22 غنجيو عندك. مرحبا اخويا، غتجلس معانا واحد 3 ايام وغتبدا الخدمه. غادي يكون واش عندي ولا نجي عندكم دابا انا؟ لا حنا اللي غنجيو عندك، برادو كحله فيه دري وبنت، فهمتو؟ غادي تمشي اخويا، غادي تطلعو حتى الاصيلة، وغادي تبدلو الطونوبيل، ومن اصيلة غادي تمشيو لطنجة، غادي تشدو واحد البتي باطو، وغادي تطلعو حتى الناظور بالباطو صغير زودياك. زودياك علاش؟ حيت الطريق محضية من النواحي ديال الطريق اخرى محضية، فهمتي اخويا؟ ومن لها محضية ولا لا؟ لا ما محضية ما والو، الله يستر ما محضية ما والو. المهم اخويا 1000 درهم الا خدمتي معانا وعطيتينا افكار مزيانين نزيدوك 500 درهم توكلو. حنا بغينا نضربو ضربتنا، يعني غيكون في 5 كيلومتر ديال خصنا ديال الضو. حنا راه جبنا الدراري تسودو وصاوبو داك النفق، خصنا دابا النفق هو صغير تقريبا 1.50 متر ديال الطول. مترو خمسين تيمشيو في مترو خمسين ياك، ماشي 14 كيلومتر، 5 كيلومتر اللي تحت الأرض هادي ما بين الحدود. مترو 50 كاينه في الطول، علاش؟ قولي حنا دايرين سكه صغيره، دايرين واحد العربات صغيرين تيجلسوا فيهم وتيمشيو، هذاك الشيء اللي بغينا حنا ديال الافكار ديالنا، بغينا نجلسوا هنا. ما بقيناش خدمنا بالضواف هذه، خصنا اللازير دابا. شنو هو؟ خصنا اللازير. اللازير؟ كيفاش علاش اللازير؟ كيفاش؟ ستار وورز نتايا كيفاش اللازير؟ ما فهمتهاش دير اللازير. ايوا تو بلاتي. تفضل. نمشي معاك. بغيت نزيد هذيك الماكينه 5 كيلومتر. بلاتي. عشان ناخذ الورقه نقيد هادشي. ايوا كمل. 5 كيلومتر بلاتي والسرعه ما بغيت نمشي شحال. بلاتي
السرعة راه غادي بشوية، واش حنايا غادي المريخ ديسكوفر طيارة هي؟ ما هي هادي هداك الشيء صاحبي، غتكون تقريبا واحد 15 كيلومتر في الساعة، ميم با، إيوا 15 كيلومتر في الساعة. يمكن تقولي متر ونص، واش كتهضر نتا بالمايل ولا بالمتر ولا باش؟ خويا العرض، العرد واش عرفتي شنو هو العرض؟ متر ونص، بنادم غيدخل غيجلس. قولي لك واش العرض متر ونص؟ دابا بلاتي باش نتفاهمو، بلاتي سمح ليا. لا لا بلاتي بلاتي ما تقطعش، بلاتي بلاتي سمعني، بلاتي ما تقطعش. اوكي قلت لك كاينه عربه صغيره ياك، غادي نخدموها حنا بالماطر ديال الضو، يعني في كل هذاك النفق كاين واحد بحال شي كراج صغير، يعني تبقى غادي النفق نيشا وتلقى واحد على اليسار ولا على اليمين كاين بطاريات كبار داخلين فهمتي، وخارجين منهم السلوكه والمسائل. انت دابا باش تنصحني هاد العربات واش نخدمهم بالماطر ولا شنو بالضو ولا شنو؟ حنا الضو ضاربين وكلشي ضاربين، كاين البوطوات كلشي نتكاو عليهم، كاينش اللي تيهضر في النابر تما ودينا طويله. شنو غندير قلتي؟ سمحي لي متر الكترومغنيتيك دي بي هذا الكترومغنيتيك ياك؟ اي دي بي متر الكترومغنيتيك. علاش؟ هذا تفضل تنسمع لك. تسمع؟ اه لحقاش تخدم لي الكترومغنيتيك باش ما يكونش عندك العلاقه بالضوء. وثانيا الهواء. شنو كاين؟ شنو قلتي؟ بيرو ديتود لي قالت لك هاد ليتود لهادشي. خويا حنا راه بزنازة، شمن بيرو ديتود؟ شنو نقولك حنا بزنازة ندوزو البيضات تقول لي بيرو ديتود؟ حنا تنخططو، كاينة الحاجة هي اللي مكلفة بهادشي، هي الراس الكبير. المهم حنا مبغيناش ندخلو معاك في هادشي، انت خويا غتاخد 1000 درهم، عجبتنا الخدمة غادي نعطيوك ما بريم ديالك، ومي تكون راجل غادي معاك واحد 6 البلاكات ديال الحشيش الا بغيتيهم. ودابا البيضة بوحدها تنخدمو فيها، هاديك شغلنا انت تنهضر لك. اسمع غير ما عندي ما ندير شي حرشة صافي، ما بغيتيش الشكلاط ماشي شغلك عندك. المهم ان شاء الله 1000 درهم البيض محلى عندك. المهم النفق حنا راه 6 شهور حنا خدامين فيه، جبنا الماتيريال من اسبانيا باش حفرنا. المهم اخويا الطاقة الشمسية ما بغيناش حنا شي حاجة باينة على برا، لان الطاقة الشمسية غادي نديروها على برا غتجي باينة. ما كيفاش هذا ما فهمتليش؟ علاش ما نديروش الباتريات ديال دوك اللي ديال الطاكسي 240 مزيانين، دوك تيشدو لا ماس ونضربو بهم واحد 15 بولا بحال هذاك، ها بحال فيلم، بحال اللي داروا في ذاك الفيلم شنو سميتو، دوك تلقاو الكنز وتلقاو ها جونز هاك معلم مزيانين هادوك. ها يلا نتلاقاو بعد 22. المهم عندك شي حاجة باغي؟ شي حاجة تقولنا، شي حاجة باغي يعني شي شروط ولا؟ لا ما كاين شروط، غير شحال عندك تما النهار ديال الخدمة؟ واش 5 كيلومتر انت شحال؟ شوف انت كل 15 بوط ها؟ مزيانة 15 بولا خمسة 3 شهور فيها تقريبا 3 شهور ديال الخدمة 15 كيلومتر 15 بولا 3 شهور ديال الخدمة راه وصلتي الرباط انت لقيت عمري قلت انت يا ضحكتي سخون ما عندي ما تسال لا لا كون جبنا نسطوف ما تيقول لكش راه لا وخاصك مال، تيقول صافي راه داخل على هذا البروجي، تيدخل تيحرق الكل شي لداخل ديما طاير عليه جلده. انا والله انت ضحكتيني صح. المهم قليل في الضحك انا صعيب صعيب ها يلا خويا كما مقصر باقي. لا جيب لي وليدات معاك قلت له يا واش الله يسهل عليك.
خويا معاك اخي الفلوجه كوميديان تيدير لي زابيل لي فريفون لي كانولار، واش اخي سي بوسيبل ان هاد الفريفون يسمعوه المغاربه يعني بلاكور ديالك؟ يعني فريفون كان نقي وزوين وضحكنا ونشطنا، وعندنا لي فان، عندنا الفانز ديالنا في مراكش يعرفونا ويحترمونا. لا ماشي عزيز، لا المهم اخي ما عندكش مشكل انا ما عنديش مشكل. يضحكوا المغاربة والصلاة على النبي. يا خويا المهم اخي يا عبد الله اخرى، هذه اشنو شي واحد اخرى تصيد اخرى، هذه ماشي تصيد اخرى، هذا الفلوجة يعني انت وليتي مشهور في المغرب، هذا ابيل زوينة. ها ما عندي ما ندير بشهرة لا وضروري يا خويا تولي تريسيان كوبيدا، تعرف تريسيان كوبيدا ولا هو مشهور؟ عبد الله اللي كتقرب ليا دابا، دابا شفت هو تريسيان كوبيدا؟ يلا خويا تبارك الله لك، ليلة سعيدة ومبروك عواشرك، الله يدخلك في الصحة والعافية، الله يخلي لك الوليدات أخاي، وضحكنا معاك عادي هذا غير غادي عادي، إنسان تيعيط الناس يدير لي بلاك تيضحك وتينشط، واحد الجو محترم يعني، أنا ما تنعرفكش عادي ضحكنا ونشطنا. لا والله ما منين جبت شنو؟ نزار عادي يعني، اي واحد تيعطينا النمره تيقول لك هذا راه واحد السيد ضحك معاه شط عادي، بحال انت تقدر تعطيني علاش ما يقولكش نزار؟ علاش هو علاش تقول بنا هيت انا عيط انا جمعه فوق، تكون نزار وتكون ابتسام انا ما عنديش مشكل، على مالي انا جاي نتحرق ضارب انت الميزانيه ديال مكسيكو 86. والله يهديك، لا عادي عادي ما كاين والو. يلا تبارك الله عليك يا استاذ والله يعطيك الصحه. هذا ما يصح، هذا ما يصح. شنو اخويا شنو شكون ولي علي شكون اصاحبي؟ دابا انت عندك وليدات غنبقى نجاوبك، والله ما تتعرفني معك في اللوجه. هاني نقول لك ليك واك والله الا في اللوجه تتعرفني. سمعت وروانا الو عمي كاين هدى والمسائل، تحيه خاصه لبات هدى تقول لي حنايا ضاحكين. صافي اخويا مزيانه القضيه. انت فريفون زوين نقي، ما تساب بينا ما ضحكنا، ضحكنا نشطنا وضحكتين، انا اول مره تنضحك. تبارك الله عليك اخي خويا، الله يعطيك الصحه. يلا سير اخويا تبارك الله عليك، الله يحفظك. تبارك الله، سلام علينا وعليك. سلام سلام.